الاندورفينز كتير بهمونا في العملية. نيجي للتفاعل السادس اللي هو بيقولوا له اوسازون فورميشن. طبعا التفاعل غريب اول مره بيمرق علينا ومش حيمرق معك الا هون. الهدف من الاوسازون فورميشن انه بيعملوا بلورات. البلورات هاي مميزه لكل نوع من السكاكر. اوكي، اذا الهدف من الاوسازون ايدنتيفاينج الالدوز شوجر ديفرينج ان كونفيجريشن اونلي ان اون الفا كاربون. تمام، وهذا الاشي بيفاعلوا السكر مع مادة. المادة هاي بسموها بس فينيل هيدرازون. تمام، بس يعني ثنائي، بس فينيل هيدرازون. هلأ تعالوا نشوف الناتج النهائي بيقولوا له أوسازون. ركزوا معي شوي. هلأ بجيبوا السكر بغض النظر، هاي حاطط لك R بغض النظر يعني قديش طول السكر، 6 كربونات 5 كربونات مش فارقة، المهم سكر. بيفاعلوا مع هاي المادة اللي هي اللي بدها تعمل الأوسازون الفينيل هيدرازين هذه. تمام، بتتفاعل بترتبط من جهة الألدهايد النيتروجين اللي على الطرف، بيرتبط من جهة إيش الدبل بوند O. أوكي، طيب هيرتبط وكمان واحدة تانية بتتفاعل. أوكي، شو صار عندك؟ السكر الأول كربونتين منه، الكربون الأولى والتانية ارتبطوا بالمركب الجديد هذا اللي فيه النيتروجين. أوكي، هذا هو الأوسازون. منيح، له شكل مميز، بلوراته مميزة. منيح، السكاكر الأحادية بتعطي بلورات مميزة. هلأ بنشوفها، السكاكر الثنائية بتعطي بلورات تانية بشكل آخر مميز. أوكي، فتحت المجهر ببين معهم شو نوع السكر. هلأ في إشي غريب إنه في سكر الجلوكوز وسكر المنوز، شو حكينا عنهم قبل هيك؟ قبل لما أخذنا الكويز كانوا داخلين بالكويز، شو قلنا بنقول عن الجلوكوز والمنوز؟ قلنا عنهم epimers at carbon number 2، انهم كلهم نفس الشيء بس بيختلفوا بترتيب الـ OH جهة الكربون الثاني. هاي هنا هذا جلوكوز OH-ته على اليمين، هون على الكربون الثاني المنوز OH-ته على الشمال، باقي مباقي المركب نفسه. فهدول قلنا epimers at carbon number 2. طيب شو المشكلة؟ هلأ بيقولوا لنا انه الجلوكوز والمنوز، مش احنا بنقول لما بدنا نفاعلهم تفاعل الأوسازون اللي شرحناه فوق، رح يتفاعل الكربون الأولى والثانية، رح يصير معهم دبل بوند إن، دبل بوند إن. تمام، هاي الكربون الأولى والثانية وهاي الكربون الأولى والثانية، يبقى اتنيناتهم حيعطوا نفس الأوسازون. أوكي، وهذا هو الإشي الغريب، الجلوكوز إذن والمنوز لأنهم epimers at carbon number 2 بيعطوا الأوسازون وبيعطوا نفس شكل البلورات تحت المجهر، أما باقي مباقي المركبات ما بتعطي نفس شكل البلورات. إذن هذا الأوسازون formation هدف منه identifying the aldose sugar differing in configuration only at the alpha carbon. أوكي، شوفوا لي هنا هذه الصورة مش بالكتاب، حطينا لكم إياها زيادة عشان تفهموا الفكرة. هاي الدايساكرايدز بيعملوا بشكل البلورات بيكون زي النجمة، اللاكتوز بيعمل شكل البلورات زي القطن أو زي الطابة، المونوساكرايدز كلياتهم بيعملوا البلورات زي شكل الإبر. أوكي، وهذا مش إشي هم بيتخيلوه، يعني هاي حقيقية لشكل البلورات لأنواع مختلفة من السكاكر. مثلا هاي الجلوكوز مونوساكرايد، أوكي، هاي الفركتوز برضو من المونوساكرايد لكنه كيتوني، هاي المنوز. أوكي، قلنا الجلوكوز والمنوز بيعطوا نفس الأوسازون. أوكي، بس لأنه كل واحد كان بإضاءة فواحد أفتح من الثاني. الجلاكتوز ماشي، هاي شكل بلوراته، زايلوز مالتوز. تمام، اذا شكل البلورات شيء مميز ولونها مميز لكل ايش سكر، فمشان نستخدم احنا الاوسازون. اخر تفاعل هو بيقولوا له تشين شورتنينج اند لينثنينج، يا بنقصر سلسله الكربونات يا بدنا نطول سلسله الكربونات. اوكي، هلا عشان تقصر سلسله الكربونات بدك تعطي كربون. عادة احنا بنعطي الكربون عشان نطول سلسلة الهيدروكربون بهيدروسيانايد، الهيدروسيانايد بضيف كربونات للسلسلة، ولما بدنا نقص او نشيل كربون من السلسلة بينشال على شكل ثاني اكسيد الكربون. اوكي،
هاي من مبادئ الكيمياء العضوية. إذن ثاني أكسيد الكربون لما بيطلع معناته نقص المركب كربوني، السيانايد لما بيدخل أو الهيدروسيانايد لما بيدخل معناته زاد السلسلة الهيدروكربونية كربوني. شو بقول لي these two procedures أنو هم؟ اللي هم chain shortening and lengthening permit in an aldose of a given size to be related to homologous smaller and larger aldoses. بسموها خليني فيشر سينثيسيس، وخليني لأنه العالم اسمه كان خليل اللي اكتشف الفكرة هاي، أوكي؟ فضل اسمه مع الاسم الطريقة اسمها خليني فيشر سينثيسيس applied to arabinose give mixture of glucose and mannose. نشوف كيف قصتها هلا. بلشونا أول إشي بالchain shortening رقم A التقصير. كيف بيقصروا هاي السلسلة؟ كم من كربون عندك؟ واحد اثنين ثلاثة وباقي المركب، أوكي؟ أول إشي حطوها مع دبروم، أكسدوها، عامل مؤكسد، أوكي؟ هاي الألدهيد صار حمض كربوكسيلي. طيب وبعدين بفعلوها مع الحديد وفوق أكسيد الماء أو اللي هو الهيدروجين بيروكسيد وكربونات الكالسيوم. كربونات الكالسيوم هي اللي رح تشلك إيش؟ رح تقص كربوني من المركب على شكل ثاني أكسيد الكربون. COOH هي اللي بتطلع على شكل CO2، أوكي؟ مش هي كربوني COO، أوكي؟ فهي CO2 هي عبارة عن إيش؟ COOH لما طلعت، تمام؟ هلأ طلعت من عنا هون نقص عدد ذرات الكربون، نقص ولا ما نقص؟ عد 1 2 3 هون على اليمين 1 2، اوكي يبقى نقص كربونه، اوكي؟ اذا صار بلشوا بعدد ان سي ان انتهوا ب سي ان ناقص 1. طيب التفاعل ب هون تفاعل لينثنينج اطاله، بلشوا ب ان سي ان بدهم ينتهوا ب ان زائد 1، زادوا كيف؟ هيو أكم من كربون عندك؟ 1 2 3 الدهيدي، فعلوا مع السيانايد، قلنا السيانايد بدخل كربون على المركب، تمام؟ بدخل كربون على المركب وبصير تغير شوية في الموضوع، تمام؟ هاي دخلت كربوني تبعت السيانايد، بعدين لاكتونايزيشن اند ريدكشن، بصير عندنا تفاعل زي ما نقول المركب بيرتب حاله، اوكي؟ لكن بيطلع عندك مركبين، واحد او اتش تو على الشمال وواحد او اتش تو على اليمين، عشان هيك بيقول لي انه بيعطي ميكستشر اوف جلوكوز اند مانوز اذا احنا بلشنا بارابينوز، تمام؟ ارابينوز كم كربونه حسب ذاكرتكم؟ 5، الجلوكوز ومانوز 6. الجلوكوز ومنوز قبل شوية حكينا هم إبيمرز أت كاربون نمبر، تمام؟ حدا عنده سؤال على التفاعلات؟ بجوز التفاعلات هم 7 تفاعلات نحسهم إنهم طوال شوي، بس لما بناخد العملية بس نخلص وحدة الكربوهيدرات بوضحوا معانا بشكل أكتر. نيجي اليوم ناخد الداي سكرايدز. الداي سكرايدز من الاسم، داي يعني تنين سكرين، أوكي؟ هم كربوهيدرات formed when two monosaccharides undergo condensation reaction، بندمجوا سكرين مع بعض بصير اسمهم دايسكرايد. هلأ الخصائص الفيزيائية زي ما قلنا بيسألوا كتير عن الخصائص الفيزيائية على أساس إنها حفظ وبتجيب علامات. عادة هم dissolve in water, taste sweet and منسميهم sugars. في إنهم خصائص كيميائية برضو حناخدهم في المختبر. عادة الخصائص الكيميائية تابعة للرابطة اللي بتتكون بين السكرين اللي هي الجلايكوسيديك بوند، الرابطة الجلايكوسيدية. عادة هي rapidly hydrolyzed by acids، لازم نتذكر هاي النقطة، but resist cleavage by water by base، تمام؟ In describing the disaccharide and polysaccharide, the end of the chain اللي عندها free anomeric carbon، any free anomeric carbon، مش قلنا الكربونة اللي بتكون حامل الـ OH لفوق بنسميها بيتا واللي الـ OH لتحت اسمها ألفا، هذه الألفا كربون أو البيتا كربون ماشي الحال بيقولوا عنها anomeric carbon. طيب شو دخل هذا؟ بيقول لك الدايسكرايد والبوليسكرايدز اللي نحن رح ناخدهم اليوم بيعتمدوا على السكر اللي على الطرف، على الكربونة الأنومرية هاي اللي حاملة الألفا والبيتا، تمام؟ فعادة ناشي إذا كانت فري، إذا كانت الكربون الأنوميريك كربون هاي فري، عادة المركب بيكون reducing sugar،
هلأ منشوفه هذا الحكي كيف. طيب هلأ رح يحكي لنا الدايسكرايدز، رح يحكي لنا كل الدايسكرايدز، ناخد لمحة عامة عنهم، نشوف شكلهم. قلنا ما حدا بيقول لك بالامتحان ارسم المركب الفلاني، ولا بيحط لك المركب وشو هو، بيسألك عن المركب. تمام، لسه لو رسم لك اياه وسألك عنه ارحم شوية، فهم بيسألوك عنه هو مش قدامك، فيفترض انت تكون عارفه. تمام، عشان لما يسألوك عنه بعد بيشرح صفحتين ثلاثة، وبعدين بيحط لنا الجدول. الجدول بدك تحفظه عن ظهر قلب، ماشي الحال؟ يعني بصير أنا أفشق هدولي وأروح على الجدول it's okay. تمام، بس إذا في ملاحظات زيادة زي مثلا هنا المالتوز إنه هو سكر الشعير. تمام، شوف لي هنا مكون من إيش؟ ألفا جلوكو بايرونيزيل، بايرانوز قلنا يعني بيعمل الشكل السداسي، مع إيش؟ الرابطة 1-4 برضو جلوكو بايرانوز، يعني جزيئين جلوكوز، جلوكوز وجلوكوز، الرابطة 1-4. أوكي طيب شوف لي اللاكتوز، اللاكتوز اللي هو سكر الحليب، شو نوع الرابطة؟ هي هم بيحطوا لي إياها هون، وهي اللاكتوز الرابطة تبعته بيتا. أوكي، البيتا بتكون مضغوجة شوي، الألفا عادة بتكون نفس الاتجاه إذا المركب الثاني مش قلبوا لي شيء. أوكي طيب اللاكتوز هذا عبارة عن إيش مع إيش؟ جلوكوز مع جالاكتوز. تمام، الرابطة بيتا 1-4، البيتا زي ما قلنا بتكون عاملة إيش؟ زي زي إيش؟ حرف المد، ألف المد اللي بدكم إياه. أوكي، إذا المالتوز جلوكوز وجلوكوز، الرابطة 1-4، اللاكتوز جلوكوز مع جالاكتوز، البيتا الرابطة بيتا 1-4. اوكي طيب هون شوف لي الانوميريك كاربون على الطرف، فري انوميريك كاربون هون بالمالتوز فري، يبقى هو ريديوسينج شوجر. شوف لي هون اللاكتوز فري انوميريك كاربون فري، ماشي، فبرضه ما في عندنا مشاكل. طيب نيجي للسكروز، السكروز اللي هو تيبل شوجر، سكر المائده. تمام، هلا نشوف شو قصته هون، هاي هذا ايش شكله؟ جلوكوز، الفا جلوكوز. تمام، وهذا اللي هنا بيتا فركتوفيرانوز، يعني فركتوز وعامل حلقة خماسية. الفركتوز كم كربوني؟ 5 ولا 6؟ 6 كربونات بس بيعمل حلقة خماسية، ماشي الحال. هلا الرابطة تبعته، هلا الرابطة ألفا 1-2. تمام، يعني هو سكر الفركتوز المشقلب، زي مش زي ما احنا متعودين بيعدوا 1-2-3، لا كلياته مشقلب. اوكي، فالانوميريك كاربون هون تبعته اللي لازم تكون الفا وبيتا، هيها هون مربوطه، مربوطه في المركب، عشان هيك بيقولوا عن السكروز هاز نو فري انوميريك كاربون. تمام، يعني لما بيفعلوا تفاعلات معينه ما بيقدر يعمل الريدكشن. اوكي، فلما بنيجي بنفعله مثلا بمحلول فيهلينج وتولينز ما بيعطينا نفس التفاعلات اللي كانوا يعطينا اياها الالدهيدات. طيب ملاحظه بيقول لي نون ريديوسينج دايسكرايد زي اللي هو السكروز هذا ار نيمد جلايكوسايد، ان ذس كيس ذا بوزيشن جويند are at the anomeric carbon، زي ما اتفقنا هاي الانوميريك كاربون، in the abbreviation nomenclature a double headed arrow. اوكي، بيعملوها هيك بالرمز هذا انه سهم رايح راجع. اوكي، في اللي قبليهم كلهم كان السكاكر الثنائيه كانوا حاطين لك بس سهم رايح. تمام، هنا بيحطوا انه السهم رايح راجع اساس يبينوا انه الانوميريك كاربون هي اللي مرتبطه. اوكي نيجي في كمان واحد اسمه تير هالوز، هذا جلوكوز وجلوكوز بس الرابطة مش 1-4، ألفا 1-1، ماشي الحال. برضو الأنوميريك كاربون تبعته هي اللي مربوطة، إذا ننتبه نفس السكر مش باتجاه السكر تبع الجلوكوز، مشقلب يمين شمال. أوكي، علشان ترتبط الأنوميريك كاربون، فهذا حيكون ريديوسينج ولا نون ريديوسينج شوغر؟ برضو non-reducing sugar.
تمام، بس مش كتير مشهور هذا الدير هالوز. الجدول هذا هو اللي لازم نحفظه عن ظهر قلب، وكل الأسئلة بتيجي من هون. فأنت إذا بتحب تقرأ هدلاك قراءة سريعة ماشي، عشان تاخد فكرة عن شكل المركب وإيش بعدين هادولي بتحفظهم. هاي المالتوز عبارة عن جلوكوز وجلوكوز، الرابطة ألفا واحد أربعة، اللاكتوز اللي هو سكر الحليب، الجلاكتوز مع جلوكوز، الرابطة بيتا واحد أربعة، السكروز اللي بيقولوا له تيبل شوجر أو كان شوجر، سكر القصب أو سكر الشمندر بيت شوجر، عبارة عن جلوكوز مع فركتوز، الرابطة ألفا واحد اثنين، التير هالوز جلوكوز وجلوكوز، الرابطة غريبة ألفا واحد واحد، اللاكتشيلوز، انتبه مش لاكتوز، هداك اللي فوق اسمه لاكتوز، هذا اسمه اللاكتشيلوز، تمام، عبارة عن جلاكتوز وفركتوز بيتا واحد أربعة. في عنا إشي اسمه سيليبايوز برضو مش كتير مشهور، عبارة عن جلوكوز وجلوكوز، الرابطة بيتا واحد أربعة، تمام. هلأ بيقول لي المالتوز والسيليبايوز، هذا المالتوز أول واحد والسيليبايوز، هدولي ناتجين من الهيدروليزيز تبع البوليساكرايد مثل النشا والسيليلوز، ماشي، يعني تحطم النشا بعطينا مالتوز، كمان شوي بنشوف النشا إذا لحقنا، وتحطم السيليلوز بعطينا السيليبايوز. أوكي، إذا هدولي الدايساكرايدز مهمين كتير 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 عشان إحنا إيش نعرف نمشي بالبوليساكرايدز، وعلشان إحنا نمشي في المختبر صح. إذا هيك بتكون أنت أخذت المونوساكرايدز وأخذنا الدايساكرايدز. نيجي هلأ للبوليساكرايدز، السكاكر المتعددة. عادة قديش يعني بوليساكرايد؟ أكثر من 20 وحدة من المونوساكرايدز بيقولوا عنهم بوليمر، مبلمرات، أو اللي هم البوليساكرايدز. Most carbohydrates found in nature عبارة عن بوليساكرايدز. البوليساكرايدز بيسموهم جلايكانز، أساس كلياتهم سكريات. لكن المهم نعرف شغلات معينة في البوليساكرايدز. لازم أول شيء identify the recurring monosaccharide unit، يعني اعرف الوحدة اللي بتتكرر، تمام؟ بعدين نعرف طول السلسلة، هذا كتير مهم. بعدين نعرف نوع الرابطة زي ما عرفناها بالسكريات الثنائية، برضو لازم نعرفها بالسكاكر المتعددة. وفي الإشي الجديد اللي لازم تعرفه في البوليساكرايد، درجة التفرع degree of branching، في أشياء متفرعة كتير وفي أشياء مش متفرعة كتير. يعني مثلا لو طلعنا هاي الرسمة، أوكي، هاي الرسمة واحدة ماسكة حبة بطاطا وسلة فيها نقول خس، تمام. هلأ كل الأشياء اللي مأشرين لك عليها، الكبد بيخزن الجلايكوجين، الجلايكوجين بوليساكرايد، تمام. الحبة البطاطا، البطاطا بتخزن النشا اللي هو الستارش، والنشا معمول من بوليساكرايد. طيب والخس الورق تبعه فيه ألياف السيليلوز، والسيليلوز عبارة برضو عن بوليساكرايد. أوكي، هلأ كل هدول البوليساكرايدز، الجلايكوجين اللي في الكبد والنشا والسيليلوز، أساسهم الجلوكوز. إذا مش قال لي أول شيء أعرف المونومر، المونومر فيهم كلياتهم الثلاثة السيليلوز. طب كيف هذا جلايكوجين وكيف هذا نشا في البطاطا وكيف هذا الورق تبع النبات السيليلوز تبعه مختلف عن النشا، مختلف عن النشا الحيواني هذا الجلايكوجين، كلهم بفروا. نيجي للنقطة الثانية، length of the chain والdegree of branching. ألياف السيليلوز مش متفرعة، تمام، ألياف السيليلوز بتكون مصفطة. هلأ زي ما راح نشوف كمان شوية، الرابطة عندهم بالسيليلوز بيتا واحد أربعة، أوكي، بيجوا مشقلبين فليب فلوب. نطلع هاي السكر، هذا أكسجينته لفوق، هذا السكر أكسجينته لتحت، فبيكونوا مرتبين فليب فلوب، فما بتلاقي بيناتهم فراغات، عشان هيك الخشب إيش بيكون صلب كتير. أوكي، طيب طبعا الخشب هو اللي مكونه السيليلوز، ممكن السيليلوز يكون طري شوية زي اللي هو بالورق، وممكن يكون صار له فترة طويلة كتير زي جذوع الشجر بيكون الخشب تبعها كتير قوي. طيب والنشا، النشا الرابطة هي النشا تبع البطاطا، أوكي، هلا هدولي مش مرتبين فليب فلوب، كلياتهم لفوق مرتبين، أوكي، يبقى هدولي إيش الرابطة تبعتهم ألفا واحد أربعة، أوكي،
هون كانت الرابطة إيش قلنا؟ بيتا 1-4، هون ألفا 1-4. طيب، والنشا الحيواني الجلايكوجين اللي في الكبد تبعنا هذا، ما أنت بتقولي برضو نشا، نشا حيواني برضو الرابطة ألفا 1-4، لكن إيش الإشي اللي منتبهين هون؟ في تفرعات كتير مكعبل كتير على بعضه، فالجلايكوجين كتير متفرع، فعشان هيك هو بقول لك هلأ لما بنيجي ندرس البوليساكرايد بهمني تعرف المونيمر، تعرف نوع الرابطة، تعرف إذا في برانشينج أو ما في برانشينج. طيب، نيجي لكيف بصنفوهم. بصنفوهم أول تصنيف حسب الستركتشر، أوكي؟ في تصنيف تاني حسب الوظيفة، بس التصنيف حسب الستركتشر هو اللي الطلاب بيستصعبوه وهو بياخد وقت أطول، فمشان هيك نبلش فيه أول. هلأ البوليساكرايدز إما هومو بوليساكرايد أو هيتيرو بوليساكرايد. هومو بوليساكرايد يعني مكون من وحدة واحدة، والوحدة نفسها هي بتتكرر، from single type of monomers، تمام؟ يعني خلص السكر هذا مكون من جلوكوز بس، هذا من جالكتوز بس، هذا من منوز بس، تمام؟ مش مشكل، هذا بسموه هومو. هومو يعني نفس الوحدة بتتكرر. زي مين؟ زي ستارش اللي هو النشا، السليلوز اللي هو دبع الخشب، والجلايكوجين اللي هو النشا الحيواني اللي موجود في الكبد. طيب، الهيتيرو بوليساكرايد اللي هي هون سكاكر متعددة لكنها مختلفة، مش نفس المونومر، بيتكون عادة من two or more different kinds of monomers، تمام؟ زي إيش؟ زي إشي اسمه البيبتيدوغلايكان، هذا اللي هو السكاكر اللي موجودة في الجدار الخلوي تبع البكتيريا، هاي مكونة من أكتر من نوع من السكاكر الأحادية. طيب، هلأ بوضح لي الفكرة. هاي هومو بوليساكرايد، ماشي، اللي قلنا مكون من وحدة واحدة، نفس الوحدة هي إيش؟ طبعاً الشكل السداسي عبارة عن سكر، نفس الوحدة مكررة، هذا unbranched غير متفرع، بس ممكن يكون branched، تمام؟ لكن نفس الوحدة، هاي نفس الوحدة، تمام؟ وعامل سلسلة متفرعة. طيب، النوع الثاني هذا الهيتيرو برضو حاطط لي إياه هون، ممكن يكون two monomer types unbranched، هاي واحدة فاتحة واحدة غامقة، واحدة فاتحة واحدة غامقة، مش متفرع، لكن ممكن يكون multiple monomer type وbranched، يعني أكتر من واحدة، هاي واحدة تنتين ثلاثة، تمام، مشكلين وفي عنده تفرع، هذا بنقول عنه هيتيرو اللي على اليمين، واللي على الشمال بنقول عنه هومو، أوكي؟ هاي حكينا تصنيفهم. بده يبلش لي بالهومو بوليساكرايد. زي ما درسنا السكاكر الثنائية، بدنا ندرس السكاكر المتعددة. هو بيجي بيشرح لك إياهم وبيشرح لك نوع الرابطة، وبعدين بنلخص لك إياهم بجدول، والجدول هو اللي بدك تحفظه عن ظهر القلب، أوكي؟ هالأول واحد هنا النشا مكون من أمايلوز وأمايلوبكتين. شو بيميزهم؟ الأمايلوز unbranched غير متفرع، تمام؟ لكن الأمايلوبكتين is highly branched، هاي أول شغلة. طب هو الستارش مكون من أمايلوز لأمايلوبكتين؟ التنتين مكون من التنتين، مشي معانا بالأمايلوز. هاي الأمايلوز إيه؟ شو عنا؟ هاي سكر جلوكوز، واللي جنبه سكر جلوكوز. شو نوع الرابطة؟ ألفا ولا بيتا؟ قلنا اللي بنفس الاتجاه، هذه هيك ألفا، تمام؟ واحد مربوطة مع إيش؟ مع أربعة، يبقى ألفا 1-4. إذن الأمايلوز، تمام، consist of long unbranched deglucose residues connected by ألفا 1-4 linkage، تمام؟ الأمايلوز فيه تفرعات؟ ما فيه تفرعات، أوكي؟ هلأ هون الكربون السكر اللي على الجانب هذا، منتبهين لي هلأ هون هاي الكربونة رقم واحد مش هي اللي بتحمل الألفا أو البيتا، يبقى هي الأنوميريك كاربون. قلنا إذا كان في عندي فري أنوميريك كاربون على الطرف، بيكون ريديوسينج ولا نون ريديوسينج؟ بيكون ريديوسينج. انتوا موجودين ولا هربتوا؟ معاي، بس شكلكم لسه نايمين. شربتوا قهوة اليوم ولا لسه؟ لا دكتورة، معك صح إن شاء الله. اوكي، اذا هاي الالفا انوميريك كاربون، هاي ريديوسينج كاتب لنا. طيب تعال للإشي الثاني اللي هو امايلوبكتين. قلنا النشا بيتكون من امايلوز وامايلوبكتين. تعالي للامايلوبكتين. الامايلوبكتين متفرع، قديش بيتكون؟ الموليكولار ويت تبعه حوالي 100 مليون، اتس اوكي، هايلي برانش. طب تعالي نشوف التفرعات.
السلسلة هاي ألفا واحد أربعة زي الأميلوز، ما في مشكلة. لكن عند التفرع، إيش التفرع تبعه بيكون ألفا واحد ستة، هاي الواحد من السكر هذا الأولاني، وعلى السطر الثاني تمام في عنا سكر ثاني. مين اللي ربطت مع أني كربونة؟ الكربونة السادسة. فبيقولوا عند التفرع الرابطة ألفا واحد ستة، لكن في السلسلة نفسها زي الأميلوز الرابطة ألفا واحد أربعة. أوكي طيب، كل قديش بيتفرع هذا الأميلوبكتين؟ شوفوا لي كل قديش بيتفرع. occurring every 24 ل 30 residue، تمام. التفرع بيصير تقريبا كل 24 إلى 30 وحدة، وهذا الرقم لازم تتذكره عشان تقارنه بالنشا الحيواني كمان شوي اللي هو قلنا عنه الجلايكوجين. طيب إذا هذا النشا، بحطيني صورة تانية عن النشا عشان يرسخ ببالك التفرعات، تمام، إنه في له تفرعات أميلوز وأميلوبكتين. most plant cells have ability to form starch but it is specially abundant in tubers اللي هم الجذريات such as potatoes and seeds. ماشي، يعني النباتات بتخزن السكر لزيادة على شكل نشا، الحيوانات بتخزن السكر لزيادة على شكل جلايكوجين. طيب نشوف هذا الجلايكوجين أو اللي نحن ممكن نقول له النشا الحيواني، تمام، بنفس الطريقة مكون من جلوكوز يونيتس. على الخط قديش الرابطة بتكون قبل ما يتفرعوا؟ الرابطة ألفا واحد أربعة لحد هلأ زي النشا. التفرع الرابطة بتكون ألفا واحد ستة، يعني زي النشا. شو أفرقت معانا؟ اللي بيفرق درجة التفرع، قديش قلنا النشا التفرع كل قديش؟ كل 24 ل 30 وحدة سكر بتفرع، لكن هون بط الجلايكوجين is more extensively branched. كل قديش يعني؟ on average every 8 ل 12 residue. اوكي؟ يعني الجلايكوجين بتفرع بشكل أكبر بكتير من النشا. and more compact than starch. الجلايكوجين is especially abundant in liver and skeletal muscle. وإحنا البني أدمين لما بننزنق بدنا السكر، بيروح في عنا هرمونات معينة بتطلع لك أو بتبلش تطلع الجلايكوجين من مخازنه، وبنفرط السكر في الدم عشان نحرقه ونطلع طاقة، تمام. because each branch of glycogen ends with non-reducing sugar unit. A glycogen molecule has as many non-reducing ends as it has branches, but only one reducing end اللي بتكون على الطرف. فبشكل عام الجلايكوجين بنقول عنه non-reducing، تمام. والجلايكوجين used as energy source، تمام. قلنا كل ما بننزنق بنقص شوية منه وبناخد سكر ونحرقه ونحتاج الطاقة. طيب في بوليسكرايدز تانية غير النشا والجلايكوجين؟ في إشي اسمه ديكستران، والله يرضى عليكم ما اسموش ديكستروز. ديكستروز هو اسم تاني لسكر الجلوكوز، هذا اسمه ديكستران، واسمه ديكستران مش ديكسترين، كل إشي شكل، تمام؟ إذا مبدئيا اسمه ديكستران مش ديكستروز. ركزوا، شو ماله هذا؟ are bacterial and yeast polysaccharide، تمام؟ يعني لا بني آدمين ولا حيوانات، في البكتيريا، بكتيريا والخمائر يوست. طيب ييست، طب شو ماله؟ كيف الرابطة فيه؟ ألفا واحد ستة. طيب ماشي، ما النشا كان ألفا واحد ستة والجلايكوجين كان ألفا واحد ستة، تمام. إيش الإشي فيه لزيادة؟ all have ألفا واحد تلاتة branch، تمام، and some have ألفا واحد اتنين or ألفا واحد أربعة branch. يا سلام، يعني عند التفرع ممكن يكون ألفا واحد أربعة، ممكن يكون ألفا واحد اثنين، ممكن يكون ألفا واحد ثلاثة، تمام. هدلاكي النشا والجلايكوجين كان على السلسلة الواحدة على الخط الواحد، الرابطة ألفا واحد أربعة والتفرع كان ألفا واحد ستة. هذا لا، على السلسلة هيك دغري ألفا واحد ستة، يعني هو جاي زي كأنه جاي بالطول مش جاي بالعرض، تمام، وتفرعاته جاي على 1014 أو 1012 أو 1013. نشوف كيف هو جاي بالطول، أوكي، يعني هاي السلسلة تبعته الخط الواحد هذا هيك جاي، أوكي، هاي سكر جلوكوز، هاي الرابطة
هاي الكربونة واحد، هاي السكر الثاني اللي بده يربط فيه يربط مع ستة، ماشي؟ فبنقول عنه جاي بالطول، إذا هاي الرابطة ألفا واحد ستة لينكج. طيب ماشي الحال، لما بده يجي يتفرع كيف بده يجي يتفرع؟ قلنا ممكن يجي يتفرع من عند أربعة أو من عند اثنين أو من عند ثلاثة، ماشي؟ هاي الكربونة هون اللي جاي متفرعة رابطة بالسكر، قديش رقمها؟ كيف بدي أعد؟ واحد اثنين ثلاثة، ماشي الحال؟ هاي ألفا واحد ثلاثة، أوكي؟ فإذا السلسلة الرئيسية عنده ألفا واحد ستة، التفرع عادة ألفا واحد ثلاثة، لكن ممكن يكون ألفا واحد اثنين، ممكن يكون ألفا واحد أربعة، تمام؟ هذا وين بلاقيه؟ في النباتات ولا في الحيوانات ولا وين بلاقيه؟ بالبكتيريا. دينتال بليك اللي هو اللي بيقولوا عنه الجير تبع الأسنان، تمام؟ formed by bacteria growing on the surface of the teeth. It is rich in dextran. يعني الطبقة اللي بتكون على أسنان اللي بتعمل تسوس هي غنية بسكر الدكستران، أوكي؟ بتنتج لنا إياه البكتيريا. طيب نيجي للسيليلوز. هلا السيليلوز برضو في النباتات، ماشي الحال، بس مش زي النشا، مختلف شوي لأنه الرابطة نفسها مختلفة. It is a fibrous, tough, water insoluble substance. هذا أهم إشي بيميزه. الخشب لما بتحط مي على الخشب بيدوب الخشب، ما بيدوب الخشب، مش زي باقي السكاكر. السكر المائدة حطه في الشاي بيدوب، ماشي الحال، سواء المي سخنة أو باردة، تمام. It is found in the cell wall of plant, particularly in stalks, stems, trunks, اللي هم الجذوع تبعت الأشجار, and all the woody portions of the plant. طيب ماشي الحال، نشوف كيميائيا كيف الرابطة. الرابطة بيتا واحد أربعة، ماشي الحال، بيتا واحد أربعة، لكن في النشا كانت ألفا واحد أربعة، بالجلايكوجين كانت ألفا واحد أربعة، هون بالسيليلوز الرابطة بيتا واحد أربعة. هلأ بيقولك من الأسباب اللي إحنا البني آدمين ما بنقدر نهضم الخشب، ماشي، لما بتاكل دوالي بيطلع ألياف، تطلع مع البراز، جسمك ما بيهضمها. إحنا جسمنا في عنا إنزيم اسمه أمايليز بهضم النشويات كلياتها، بس بهضم الرابطة ألفا واحد أربعة، أوكي؟ بنقدر ناكل بطاطا، إتس أوكي، بنقدر ناكل نشويات متعددة، بنقدر نهضم الرابطة ألفا واحد أربعة، لكن بيتا واحد أربعة ما بنقدر نهضمها، أوكي؟ زي ما نقول أكلت دوالي، أكلت خس، أكلت أي إشي فيه ألياف، بتطلع مع البراز، جسمك ما بيقدر يهضمها، وبقولوا لنا الألياف مفيدة علشان تمشي الأمعاء، أوكي؟ طيب في مثلا النمل الأبيض، النمل الأبيض عنده إنزيمات بتهضم الرابطة بيتا واحد أربعة، عشان هيك النمل الأبيض الحيوانات مثلا بيقدروا يأكلوا الورق، ماشي الحال، أو بيقدروا يأكلوا الخشب إذا كنا بنحكي عن النمل الأبيض، تمام. إذا في السيليلوز الرابطة بيتا واحد أربعة، هاي سكر الجلوكوز، ماشي الحال، وبرضو هاي سكر جلوكوز، فالرابطة هذه بتكون واحد أربعة، أو زي ما قلنا بيكون فليب فلوب، بيكون واحد لفوق، ماشي الحال، واحد لتحت، ثم إيش مشعل بينهم على أساس أسهل الواحد إنه يشوفهم هيك سطر واحد. إذا the glucose residue in cellulose are linked by beta واحد أربعة، تمام، in contrast to alpha 1 4 اللي موجوده في الاميلوز، في الستارش وفي الجلايكوجين. This difference gives cellulose and amylose very different structure and physical properties. بيقول لي الجلايكوجين and starch ingested in the diet اللي احنا بناكله are hydrolyzed by alpha amylase enzyme. هذا اللي عندنا احنا البني ادمين، تمام، that break the bond alpha 1,4 glycosidic bond. Most animals cannot use cellulose as a fuel source because they lack to the enzyme that hydrolyze beta 1,4. But termites, اللي هم النمل الأبيض, a kind of insect, rapidly digest cellulose. الله يهنيهم. ماشي، كان لو إحنا عندنا بيتا سيليلو بيتا أميلوز بيتا أميلوز إنزيم، كان إيش أكلنا الكتب أكل، ماشي، احمد الله ما عندنا بيتا أميلوز. طيب نيجي للسكر اللي بعديه اسمه كايتين، تمام. شو صرنا ماخدين؟ ماخدين ستارش
جلايكوجين ديكستران تبع البكتيريا، وبعدين السليلوز تبع النباتات، وفي شيء هذا اسمه كايتين. وين هذا الكايتين؟ It is a linear homopolysaccharide. هومو يعني نفس الوحدة بتتكرر. طيب composed of N-acetyl glucosamine، هاي glucosamine مرأة معانا قبل هيك، قلنا سكر جلوكوز عادي، لكن على الكربون الثانية في عنا مجموعة أمين بصير اسمه جلوكوزامين. أوكي بيخربش معي هذا، إذا خربشت هون ثواني، هاي هذا هيك، هذا جلوكوزامين نفس اللي أخذناه بالديريفاتيفز تبعين الجلوكوز. ماشي الحال، شو عليه زيادة؟ أسيتيل جروب، هاي بيقولوا لها أسيتيل جروب. تمام، شو قلنا؟ منفاعل الجلوكوزامين مع أسيتك أسيد بصير عندي إن أسيتايل جلوكوزامين، هذا هو اللي حكي لي إن أسيتايل جلوكوزامين. أوكي، يبقى نفس الحكي اللي حكيناه بالديريفاتيف، هذا مش اختراع جديد جابوا لي، أوكي بس بجوز إحنا ناسيين شوي. إذن هو اسمه إن أسيتايل جلوكوزامين. مش سامعة ولا كلمة. بحكي لك دكتورة، اللي ما بتتفاعل الـ NH2 حتى الخلبيك. أيوة بتتفاعل يعطيني الـ acetyl. تمام، بتفاعل NH2 مع الأسيتك أسيد فبيعطيني إن أسيتال جلوكوزامين. مزبوط. طيب نشوف هنا، إذا عنا هذا بيشبكوا رابطة 1-4 بيتا لينكج. The only chemical difference from cellulose is the replacement of hydroxyl group قلنا by amino group. طيب يعني زي السليلوز، تمام، الرابطة بيتا ولا ألفا؟ بيتا 1-4. ماشي الحال، بيتا 1-4، وبرضو كانت في السليلوز كانت بيتا 1-4. ماشي، لكن أفرق هنا عندي بدل سكر جلوكوز عندي هون إن أسيتايل جلوكوزامين. طيب شو هذا الحكي بيصير معناته؟ معناته إنه نفس قوة السليلوز، هذا نفس قوة الخشب، أوكي، بس مش موجود في الخشب، هذا موجود في محل تاني. كايتين forms extended fibers similar those to those of cellulose. إليه؟ لأنه قلنا الرابطة بيتا 1-4. And link like cellulose cannot be digested by vertebrates. طيب هنا خلصنا عن الهومو بوليساكرايد، بدي احكي لك كلمتين عن الهيتيرو بوليساكرايد. طبعا مش معقول يدرسوك الهيتيرو بوليساكرايد لانه بدك تحفظ اسماء سكاكر كتير. ماشي الحال، احنا الهومو بوليساكرايد وزورنا فيهم، اوكي، فما بالك الهيتيرو بوليساكرايد بده يعطيني اكتر من اسم مونومر، فمشان هيك هم بيعطونا مثالين على السريع وبيمشوا لنا اياهم، اوكي، على اساس ان انت ما تحفظ اسماء كتير. Bacterial and algal cell wall contain structural heteropolysaccharide like peptidoglycan. اذا وين هدول الهيتيروبوليساكرايد بلاقيهم؟ في ايش؟ في السيل وول تبع البكتيريا والطحالب. طيب ماشي، زي ايش يعني؟ في يعطيني اسم بوليساكرايد متعدد اللي هو البيبتيدوغلايكان، هذا هيتيروبوليساكرايد، هي اول واحد. في يقول لي glycosaminoglycans are extracellular heteropolysaccharide in which one of the two monosaccharides unit is uric acid and the other in acetylated amino sugar. شو اسم السكر الثاني؟ glycosaminoglycan. طبعا شوي اسم هذاك اللي قبل شوي حكينا عنه في الكايتين كان جلوكوزامين، هذا ايش اسمه؟ جلايكوز امينو جلايكان، هذا اسم البوليساكرايد. اول بوليساكرايد اسمه بيبتيدو جلايكان، الثاني اسمه جلايكوز امينو جلايكان. طيب الجلايكوز امينو جلايكان هذا من ايش مكون؟ ايش الوحدة تبعته؟ اسمها يورينيك اسيد وان اسيتيليتد امينو شوجر. تمام، ذيس بوليمرز، في عنا كمان ايش؟ هايالورينيت كوندروتين سلفيت ديرماتان سلفيت كيراتان سلفيت and هيبرين. شو مالهم هدول كلهم؟ هيتيروبوليساكرايد provide viscosity، تمام، لزوجة adhesiveness and tensile strength to the extracellular matrix. يبقى صار في عندك بتيدوغلايكان
حكوا لك عنه إنه في البكتيريا وفي الطحالب. glycosamino glycans مكون من urinic acid and acetylated amino sugar. وبحكي لك أشياء أسماء بوليمرز ثانيين زي الهيالورينات، تمام، اللي بيكون المادة اللاصقة ما بين الخلايا بشكل رئيسي في جسم البني آدم، الكوندروتين سلفيت، ديرماتان سلفيت، كيراتان سلفيت، وهيبرين. هيبرين اللي هو المميع اللي حكينا أول ما حكينا في الوحدة، قلنا الهيبرين بيركزوا عليه كتير، لازم إنه تعرف إنه بوليسكرايد. ومرة من المرات سألوا عن الستركتشر تبعه، لازم تعرف إنه هو هيتيرو مش هومو بوليسكرايد. طيب، وفي عنا كمان إشي اسمه البكتين، تمام. وين هذا موجود البكتين؟ هذا ألياف موجودة في قشرة التفاح، تمام، قشرة التفاح فيها البكتين. طيب، زي ما حفظنا جدول للدايسكرايدز، بدنا نحفظ جدول للبوليسكرايدز. أوكي، هون حاكي لي اسمه البوليمر، نوعه هل هو هومو ولا هيتيرو بوليسكرايد. هاي الوحد اللي بتتكرر، طبعا بالنسبة للهومو لازم نحفظهم كلياتهم إذا في تفرع. و هذا النمبر اوف مونوسكرايد ما حدا بيحفظه، بس الرول شو الهدف منه، هل هو الهدف منه انتاج طاقه ولا الهدف بنائي. هلا بنشوف كيف. يعني النشا قلنا بيتكون من امايلوز وامايلوبكتين، اثنيناتهم هومو، تمام. الامايلوز فيه تفرع ما في تفرع، الرابط الفا 1-4 المونومر جلوكوز. طيب الامايلوبكتين فيه تفرع، في تفرع، التفرع ايش التفرع؟ الرابطة الفا 1-6، كل قديش بتفرع؟ كل 24-30 وحدة. طيب كله النشا سواء اميلوز او اميلوبكتين، ايش الجسم بيستخدمه؟ انرجي وستورج ان بلانتس، النبات تستخدم النشا على شكل ستورج مخزون، ولما بدها تستخدمه لانتاج الطاقة، لما بدها تقعد تنبت من اول وجديد تنتج طاقة. طيب الجلايكوجين هذا السكر الحيواني او النشا الحيواني، اوكي، نفس الستارش بكل إشي باستثناء إيش؟ التفرع كل 8-12 وحدة. لإيش لإيش إحنا بنستخدمه؟ إنرجي ستورج، وفي البكتيريا وفي الأنيمال سيلز. طيب ماشي الحال. السليلوز هذا قلنا فيه تفرع ما فيه تفرع، لكن الرابطة مش ألفا 1-4 زي النشويات، كان بيتا 1-4. طيب وين موجود؟ موجود في النباتات. هل هو إنرجي سورس؟ يعني النبتة بس تنزنق بتخضم شوية من الخشب تبعها عشان تضلها عايشة؟ لا، هذا structural، تمام، مش الهدف منه إنتاج طاقة، الهدف بنائي. إذا give rigidity and strength to cell wall. طيب الكايتين هذا طبع الصراصير، أوكي، برضو من الهومو بوليسكرايد، لكن الوحدة مختلفة. إيش اسمها؟ سميناها جلوكوز إن أسيتيل إن أسيتايلامين، جلوكوزامين إن أسيتايل. طيب الرابطة بيتا 1-4 زي السليلوز، اوكي، هذا وين موجود؟ قلنا في الانسكتس. ستراكشرال ولا انرجي؟ بنستخدمه الحشرات للطاقه ولا للبناء؟ للبناء. ستراكشرال جيف ريجيديتي اند سترينث تو اكزوسكيليتون. الدكستران هذا وين؟ قلنا البكتيريا بتطلع لنا اياه تبع تسوس الاسنان، هذا جاي ايش؟ بالطول مش جاي بالعرض، فالرابطه مش 1-4، الرابطة 1-6، ألفا 1-6، والتفرع ألفا 1-3، وقلنا ممكن يكون ألفا 1-2 أو ألفا 1-4، برضو structural، تمام، مش طاقة، هذا في البكتيريا. بعدين بيبتيدو جلايكان اللي حكينا آخر شيء، هذا حتيرو. إذا منتبهين لا حط لك المونومر ولا حط لك نوع الرابطة لأنه هتيرو، مش معقول يقعد يحفظك إياهم. هذا بيبتيدو جلايكان structural. الأجاروز برضو structural في الطحالب. في عنا الهيالورينيد it is glycosaminoglycan، تمام، برضو structural في البيرتبريت extracellular matrix of skin and connective tissue. احنا في البني ادمين موجود عنا، ولو مش موجود عنا الهيالورينيد كان الخلايا تبعتنا فلتت عن بعض. اوكي، هلا اخر اشي هنا الكلاسيفيكيشن تبع البوليسكرايد. زي ما قلنا في صنفوهم structure، هذا هو كل اللي درسناه، الهومو والهيتيرو بوليسكرايد. وفي بصنفوهم ايش؟ حسب الوظيفه. بوليسكرايدز فانكشن ان ذا ليفينج اورجانيزم، يا انرجي ستورج يا ايش؟ ستراكشرال كومبوننت. انرجي زي ما شفنا النشا والجلايكوجين الهدف منهم كان انرجي ستورج، ستراكشرال زي ما شفنا الكايتين والسيلولوز. اوكي، طيب
شو بيقول لي؟ like energy storage polysaccharides are broken down to release energy مثل الجلايكوجين والنشا، بينما الاستراكشرال زي ما قلنا زي السليلوز في النباتات، زي الكايتين في الصراصير، زي البيبتيدوغلايكان في البكتيريا. النبات ما بيقدر يحلل السليلوز علشان ينتج طاقة، النبات بيحلل النشا عشان ينتج طاقة، بس السليلوز الهدف منه بنائي، النشا والجلايكوجين الهدف طاقة، سليلوز وكايتين وبيبتيدوغلايكان الهدف منهم بنائي. في إشي اسمه conjugated polysaccharides أو conjugates، تمام؟ شو يعني؟ يعني السكر بيكون مشبوك مع مادة نباتية غير سكرية. الكربوهيدرات are conjugated to protein، إذا شبك السكر في بروتين بصير اسمه glycoprotein، أو ممكن السكر يكون مربوط مع دهون، مع lipids، إذا ارتبط السكر مع دهون بصير اسمه glycolipids، ماشي؟ إذا glycolipids سكر مع دهون، glycoprotein سكر مع بروتين.